احنا ما ضلهم شيء يعني. قبل هيك قالوا اغتالوا الضيف، هلا السنوار وهنيه وحزب الله حسن نصر الله، يعني ما ضلهم مش حجج، ضلها مستمره الحرب يعني اكثر من هيك. واحنا لما سمعنا خبر اليوم السنوار يعني صح حزينا عليه، وفي نفس الوقت انبسطنا انه ممكن يضاف الحرب، هاي اهدافه حقق اهدافه. مقتل الشهيد القائد يعني ابو ابراهيم كان فاجعه بالنسبه للشعب الفلسطيني، كونه هو يعني مسؤول البلد، مسؤول ملف المفاوضات، رئيس حركه حماس وهذا، لكن على مصلحه البلد مالوش دعوه، مش حيأثر بالمطلق يعني، يخلف الراجل القائد الف قائد. In one hand, I'm happy that Sinoar died, murdered. But in the second, I'm really, really scared. I'm scared about the 101 hostages. That some of them are still alive, because any minute that is passing by, they are in danger. What do I think is going to happen now that we have this so-called game changer? The war in Gaza will continue. The hostages will not be released as a result of this operation.